فمجرد اسمك يا حسين عوالم تهب الأمان لنا نعيما ماثلا، إذ أنت في كل العيون مشاهد كبرى تجدد للحياة منازلا، وسراج أوابينا لم يقفر ولم يفقر من استهدى ورام دلائلا. من قيم عاشوراء: تجسيد الكرامة الإنسانية. الله سبحانه وتعالى أعطى لكل إنسان كرامة وعم البشرية بالكرامة. الإنسان بما هو إنسان، مسلما كان أم كافرا، له الكرامة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكل إنسان كرامة، والإمام الحسين عليه السلام جسد مبدأ الكرامة الإنسانية يوم عاشوراء. جون مولى أبي ذر كان عبدا أسود اللون، جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال: ائذن لي بالقتال معكم. فقال له الحسين عليه السلام: أنت إنما لحقتنا لطلب العافية، فأنت في حل منا، اذهب فأنت حر لوجه الله. قال: لا، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، لا كان ذلك أبدا، تنفس علي بالجنة يا أبا عبد الله حتى يبيض وجهي وتطيب ريحي. فأذن له الحسين عليه السلام بالشهادة فاستشهد بين يدي الحسين. خرج الحسين عليه السلام إلى جون وجلس عند مصرعه، وضع خده على خده ومسح الدماء والتراب عن وجهه وقال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع الأبرار وعرف بينه وبين محمد وآله. فكانت تفوح منه رائحة المسك. الحسين عليه السلام مبدأ الكرامة. نحن إذا أردنا أن نمثل مبدأ الكرامة، علينا أن يحترم بعضنا البعض الآخر، علينا أن لا يهتك بعضنا حرمات بعضنا الآخر، أن لا يغتب بعضنا البعض الآخر، تجسيدا لمبدأ الكرامة الذي كفله الله تعالى لكل إنسان فضلا عن المسلمين والمؤمنين. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.